ينضم الينا ايضا هاتفيا السيد عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماه الوطن. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بك يا دينا وبمشاهدينك الكرام. اهلا بيك. انا عايزه من حضرتك قراءتك لتأكيد رئيس مجلس الوزراء النهارده في المؤتمر الصحفي عن ان بنهايه عام 2025 هيكون التضخم او هيصل التضخم الى اقل من 10%. يعني أولا خليني أحيي ما قام به دولة رئيس الوزراء اليوم، وأشيد بهذا الحوار المجتمعي الهام الموجه لمجتمع الأعمال بشكل عام، وما قاله دولة رئيس الوزراء عن معدل التضخم وهذا الرقم تحديدا بالإجراءات التي تحدث عنها اليوم سيادته ووزير المالية. أعتقد أننا سنصل إلى هذا الرقم، لأنه حالة المكاشفة التي تنتهجها الحكومة والتي أخذنا بها من قبل وأثنينا عليها هي ترجمت في أكثر من مجال حينما تم دراسة الحلول الاقتصادية في الحوار الوطني، وقدمت كل القوى السياسية في الدولة المصرية حلولها في هذا الأمر في وقتها. اليوم نجد أنه ما تحدثنا عنه وما تم طرحه من القوى السياسية مجتمعة يترجم اليوم إلى إجراءات وحوار مجتمعي يترأسه دولة رئيس الوزراء ويشارك فيه بفيض كثير وزير المالية، ويتحدث عن مشكلة مزمنة تخص الضرائب والنظام الضريبي الذي طالما تحدث عنه كثيرون من الخبراء والسياسيين والعاملين في مجال الاقتصاد بشكل يدعو إلى سرعة وجود حل للنظام الضريبي. واليوم ما تم الحديث عنه يؤدي إلى ما قاله دولة رئيس الوزراء عن فكرة التضخم، وأن عام 2025 سنلقى وسنجني ثمار هذه الحلول التي طرحت اليوم. طيب، ده جزء متعلق بالمواطن وكان مهم قوي ان احنا نؤكد عليه ونستفيد بالحديث عنه، لكن في رسائل طمأنينة ايضا تم الإعلان عنها من قبل وزير المالية لكل المستثمرين، من وجهة نظرك أهمها إيه؟ والله يعني لا يوجد أهمها، لأنها شبكة من الحلول مرتبطة ببعضها البعض. أولا وجود مسار لضبط وتحسين العلاقة بين المستثمر ومصلحة الضرائب، دي رسالة طمأنة قوية جدا لمجتمع الأعمال والمستثمرين، انه القرارات النهارده هي تلبيه احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وهذا لفظ وزير الماليه شخصيا. هذه الالفاظ والتطمينات هامه. التقديرات الشخصيه اللي كانت بيتم التعامل معها من المناطق ومأموريات الضرائب، ذكر سياده وزير الماليه واوضح تحديد الاجراءات والقواعد التنفيذيه بشكل حاسم، وانه لا تترك الامور للتقديرات الشخصيه مره اخرى. النهارده وجود مشاركه ومسانده ويقين بين مصلحه الضرائب ومجتمع الاعمال، دي الاستراتيجي اللي تحدث عنها سياده وزير الماليه. برضو توسيع القاعدة الضريبية وضمان صالح الدولة والمستثمر والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين، دي حاجة هامة وفي منتهى الأهمية. دمج مشروعات الاقتصاد الغير رسمي اللي يمكن ده عنوان كثير من الاقتصاد وهو ليس بهين، غير مدموج في الاقتصاد الرسمي للدولة. حزم التحفيز اليوم والمكاشفة والقرارات الهامة
فتدعو كثيرين في الاقتصاد الغير رسمي إلى إنهم يضموا على الدولة. وإنه في كلمة مهمة ذكرت في هذا الشأن، لن ننظر للماضي بل للمستقبل، ودي كلمة هامة جدا من السيد وزير المالية، لأنه كان دائما ننظر إلى الماضي ونضع تقديرات جزافية. ده اليوم الوضع اختلف تماما. أنا يعني بشكرك الحقيقة، شكرا جزيلا.